مساء الخير مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج تو الليل. في مشروع جديد اسمه 52 ديجريز، هذا المشروع قاعد ينزل اعلاناته بشكل مستمر على تلفزيون الوطن. طبعا اكيد اكثركم شاف هذا الاعلان، انا واحد من الناس من اللي شفته، لكن للحين ما فهمت يعني هذا المشروع بالضبط شنو تفاصيله، واكيد يمكن اكثركم للحين ما فهمه. ابيكم تشوفون الاعلان عشان اذكركم فيه اول شيء، وبعدين نرجع ونناقش مع الجماعه اللي عندنا. Degrees, a new Kuwaiti concept where innovation, perfection, and reality collides. Opening October 2010. أنا اللي فهمت أن الأوبنينج أكتوبر 2010. غير كذي ما فهمت. فقبل لا نفهم أنا وياكم، خلونا نرحب بضيوفنا داخل الاستديو. حمد العلي مدير العلاقات العامة والتسويق، مساك الله بالخير. نوف الهاجري مسؤولة العلاقات العامة، مساك الله بالخير. البداية راح أبدي وياك حمد، شفت الإعلان، اشرح لنا اياه، نبدا عن 52. طبعا الفتره اللي طافت الجميع ظل يتساءل شنو هو 52، اعلانات مليانه جريده الوطن وفي تلفزيون الوطن، فلما يجي اتكلم انا عن 52 قاعد اتكلم عن شركه كويتيه 100%. هذه الشركه راس مالها جدا ضخم، مسؤوليتها وهدفها الاساسي دعم المشاريع الشبابيه اللي قاعد تصير بالكويت. لا يخفي على الملا ان الفتره اللي طافت شهدنا احنا طفره في المشاريع الموجوده في الكويت. وفقا لاخر دراسه 25% من الكويتيين اللي اعمارهم من 25 الى 30 سنه يمتلكون بزنس خاص، فوجودنا احنا ومسؤوليتنا ان نقدم لهم الدعم الكافي ونقدم لهم الخدمات الكافيه. بوادر شركتنا ان شاء الله في شهر 10 افتتاح ستور يعتبر الاول من نوعه في العالم. هالستور ان شاء الله راح يكون جامع اللوكال براند او الماركات المحليه تحت سقف 52. معرض يعني نفس المعارض اللي نشوفها كلها؟ لا هو مو معرض، هو ستور وفكرته والكونسبت فيه جدا جديد. احنا يعني بمكان نفسه فرضنا فيه انه يكون فقط للمنتجات الكويتيه متنوعه اصنافها، من ملابس، من اكل، من ارت داشين ويانا. المكان ان شاء الله راح يكون مكانه في مجمع التلال في الشويخ على مساحه 1500 متر. ما شاء الله ثابت يعني، ما هو فتره وينتهي. لا ان شاء الله هو راح يكون ثابت، واحنا يعني خططنا المستقبليه وفق الدراسات اللي احنا مسوينها ان 52 يبلش بالشويخ بالتلال ويتعدى سور الكويت على المكان الاقليمي والعربي والعالمي. انا هذه النقطه برجع لها معاك حمد، لكن بسال نوف عن سبب التسميه، ليش 52 ديجريز؟ اوكي، قبل ما اقول لك ليش 52، احنا 52 نقصد فيه درجه الحراره. ليش 52 ورقم ثاني؟ نقسم سبب اختيارنا الى شقين، ليش 50 وليش 2؟ ال 50 ينص قانون العمل الدولي ان اذا وصلت درجه الحراره اعلى درجه مسجله رسميا الى 50 تقدر تقعد بالبيت وما تسوي ولا شيء، نحسب لك يوم عمل. احنا هني بالكويت من اعلى الدول، اكشلي الكويت هي احر دوله بالعالم اولى بالسكان بعد ربع الخالي. فاللي بنوصله رسالتنا ان حتى لو تصير درجه حراره 50 احنا نقدر نشتغل، نقدر نبدع، نقدر ننتج. هذا بالنسبه لل 50. التو متعلقه اكثر بالمشاريع، كل مشروع واصل الى ليفل معين احنا بناخذه الى المرحله التاليه، هي المرحله الثانيه اللي هي تو. ان شاء الله بالمستقبل يعني طموحنا عالي نوصلهم الى 3 و4 والى ما لا نهايه. ممتاز. ليش هذا التوقيت نوف؟ ليش اكتوبر 2010؟ اوكي، مثل ما انت قاعد تشوف الحين في طفره بالمشاريع في الكويت، في استقلاليه عند الشباب، عند كل الفئات العمريه، في اقبال من المجتمع الى المنتج المحلي. ليش مو قبل سنتين؟ احنا من زمان قاعد نفكر بهالمشروع، بس فضلنا ان نقعد ونراقب السوق. سوينا كم دراسه، قاعد نشوف شنو الثغرات الموجوده، حاولنا نتفاداها، كوننا مشروع، وان شاء الله الحين نتفادى هالاشياء. نعم جميل، يعني طول السنتين اللي طافوا كنتوا بس قاعد تراقبون المشاريع الكويتيه. اي مثل ما تدري معارض. نعم. ان كانت معارض او ان كانت يعني حسيتوا ان المعارض اللي قاعد تصير بشكل مستمر ما راح تكون جدواها مثل جدوى 52. Which is لا، هو ظاهره صحيه، هذه المرحله الاولى. نعم. في مجهود شخصي، في ناس ما يقدرون. نعم. فوفرنا لهم. انتوا قاعد تنقلونهم حق ستيب 2. يس. زين، شو الفرق بين 52 والمشاريع الثانيه اللي احنا قاعد نشوفها؟ عبد الوهاب ما ادري اذا اقدر اقول لك شنو الفرق، لان انا بالنسبه لي 52 هو مشروع اول من نوعه بالعالم. نعم. كلي ثقه بهالكلام. ليش؟ لانه على مستوى العالم ولا على مستوى الكويت؟ بالعالم.
بالعالم. ليش؟ لأن سوينا دراسة، سوينا بحوث، ما في ستور مثل 52. واي؟ من عدة نواحي. أول شيء عندك قاعد نعرض منتج محلي 100% بلس في معايير عالمية، قاعد نقدم لهم دعم إعلامي واسع رهيب مع الوطن، بالإضافة إلى أشياء ثانية. عندنا لما تشوف، لما إن شاء الله بالمستقبل لما نفتح 52 بعد كم شهر، بديش ما راح تلقى ستور عادي. كل مرة تدش له عقب شهر تشوف شيء غير، يعني هو متغير سيزونال. سيزونال شو نقصد فيه؟ بتشم ريحة الربيع، بتشوف الصيف، بتشوف الشتاء، بتشوف الخريف في 52. بالإضافة إلى إيفنت إحنا راح نسويها على مدار السنة شبه أسبوعية، فكل ما تيجي راح تشوف شيء متجدد. نعم، وكله محلي، كلها ماركات محليه، ماكو ماركات من برا. مو بس الماركات، كل شيء من الطوفه الى الموظفين الى الانتيرير، كل شيء كويتي. مشروع كويتي 100% من الالف للياء. نعم جميل. حمد، انا بس يعني انا عندي مشروع صغير، ليش اروح حق 52 وما اروح حق المعارض الثانيه؟ شنو الخدمه اللي تقدم لي اياها انا كتاجر كويتي صغير؟ احنا ناس ما تطرقت انا في بدايه كلامي، وجودنا احنا دعم وحق المنتجات الكويتيه او حق المشاريع الكويتيه بالاحرى. علشان كذي احنا اي شخص يكون صاحب مشروع لما يجينا ان شاء الله في 52 وينضم لعائلتنا، احنا في البدايه اول شيء نقدم له العديد من الخدمات. طبعا الخدمات احنا ما جت من فراغ، نفس ما قالت تفضلت اختي نوف وقالت ان جت من دراسات، حتى استشاريين ويانا بالشركه فضلنا ان نحصل الخدمات والاشياء الاساسيه. بديناها باللوكيشن اخوي عبد الوهاب، اللوكيشن اللي هو في مجمع تلال 52 ديجريز. اللوكيشن او المكان جدا مهم حق اي بزنس، مهم في عمليه بسيطه اللي هي الاستمراريه المشاريع. نفس ما قلت في مشاريع قاعد تطلع وقاعد تختفي، وفي مشاريع قاعد تتم، فضروري انه يكون وايد مشاريع تطلع وتختفي. بالضبط. وبعدين هم يعني من ضمن الدراسات اللي احنا شفناها ان تقريبا الفتره اللي طافت لجأوا الناس حق الاونلاين ستور. عبد الوهاب، الاونلاين ستور في نقطة أنا أحب بس أوضحها، أن مو كل منتج ممكن أنه ينعرض أونلاين لعدة أسباب. اليوم أنا حمد دشيت أونلاين ولقيت تيشيرت عجبتني شريتها، لما جتني التيشيرت شفت الكواليتي مالها مو طبيعي. نعم. أو أنه سواء كان بالزين أو بالشين، فلنفرض أنه هو ما كان بالصورة المطلوبة أو اللي أنا متريها من هالبراند، راح أخذ أنا فكرة عنهم وايضا راح اخذ انطباع سيء عن هذا البراند. فهني احنا نقول في 52 راح اركز تقريبا على يعني الفاشل راح ياخذ حيز كبير من المكان نفسه. ايضا من ضمن الخدمات احنا السيلز مان البائعين راح يكونون كويتيين، اللي يبيعون كويتيين، اللي يبيعون كويتيين. أيه. ودخلناهم دورات يعني كثيفه، واللي عندهم اساسا خبره في عمليه السيلز هم راح يكونون موجودين ويانا. ايضا راح نوافي اصحاب المشاريع بتقارير ماليه اسبوعيه عن كمية المبيعات وشو اللي انباع. هذا انتم توفرونه كشركة؟ احنا كشركة نوفره حق اي شخص يكون موجود ويانا، فرصة انه هو يتعرف على نسبة المبيعات اللي تصير عنده، وهم هذه راح تساعدنا في قسم التسويق ان ندرس الخطط التسويقية حق المكان. ايضا عندنا